السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدادي ومع أنحف كمبيوتر محمول من شركة لينوفو من فئة اليوغا. معايا اليوم جهاز خفيف، جهاز رهيب بمميزاته وبتصميمه وبلونه الجميل العجيب الغريب، تسميه شركة لينوفو دقيقة شوفان. فبلاش أطول عليكم وخلينا نبدأ الفيديو مع بعض. خلونا نبدأ معاكم بالتصميم الجميل والملفت. فيأتي الجهاز بوزن فقط 1.3 كيلو تقريبا، مصنوع من سبائك الألمونيوم فائق النحافة، ويتميز بغطاء زجاجي ثلاثي الأبعاد مع لوحة مفاتيح ذات إضاءة خلفية ومساحة التراك باد كبيرة ومناسبة جدا بالتنقل والعمل. لو حابين نتعرف على المنافذ المتوفرة بالجهاز، فيأتي الجهاز من الجانب الأيمن زر التشغيل، بالإضافة إلى منفذ USB Type-C Thunderbolt 4 يدعم الشحن والنقل بسرعة تصل ل 40 جيجا بالثانية، كذلك يدعم الديسبلاي بورت، وأخيرا زر لقفل وفتح الكاميرا عند الحاجة. أما من الجانب الأيسر فعندنا منفذين USB Type-C Thunderbolt 4 يدعمون أيضا الديسبلاي بورت وكذلك الشحن ونقل البيانات بسرعة تصل إلى 40 جيجا بالثانية، وأخيرا عندنا منفذ السماعات 3.5 كذلك المايك. من الأشياء الجميلة جدا بالجهاز بكل تأكيد هي الشاشة، تدعم زاوية 180 درجة. الشاشة هنا يا أخوان خرافية، عندنا شاشة OLED بمقاس 14.4 بوصة، شاشة 4K بدقة 3840 في 2400 بكسل وبمعدل سطوع 600 شمعة، تدعم الـ HDR وتقنية الدولبي فيجن، وحاصل على شهادة TUV لحماية العين من الضوء الأزرق، وتأتي بمعدل تحديث 90 هيرتز وتدعم اللمس. الشاشة من النهاية خرافية صراحة، سواء للعمل أو حتى بالمشاهدة لأي محتوى سواء أفلام أو غيره. وعندنا بمنتصف الشاشة بالأعلى كاميرا الويب بدقة 1080 Full HD وتدعم بصمة الوجه لتسجيل الدخول للجهاز Hello Windows. كذلك الجهاز مزود بأربع مكبرات صوت ومايكروفونين. من نقاط القوة بالجهاز بكل تأكيد هو المعالج، فالجهاز مزود بأحدث معالجات شركة انتل الجيل 12، معالج انتل كور i7 وحاصل على شهادة ايفو مع معالج رسومات من انتل ايضا، مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا رام من نوع LPDDR5 وتقبل الترقية ل 32 جيجا بايت، ومزود بمساحة تخزين داخلية 1 تيرا بايت من نوع SSD، ويدعم الواي فاي 6E ويدعم البلوتوث 5.1 ويعمل بأحدث أنظمة مايكروسوفت ويندوز 11، ويحتوي على بطارية تصمد حتى 14 ساعة استخدام عمل مكتبي، وتختلف حسب الاستخدام من شخص لآخر. وشحن هذه البطارية لمدة 15 دقيقة تمنح استخدام ساعتين تقريبا. وعندنا ثلاث منافذ Type-C للشحن، يعني تقدر تشحن الجهاز من خلال باور بانك. الجهاز يا أخوان من النهاية ممتع جدا في العمل المكتبي، في التصاميم، في تعديلات الفوتوشوب والألوان. عندنا شاشة OLED 4K دقتها عالية جدا، مريحة للنظر، ألوانها جدا جميلة لو أنت حابب أيضا المشاهدة. الجهاز بما أنه خفيف الوزن ونحيف جدا حينفع كثير في التنقلات، تروح كافيهات، تاخده معك المكتب أثناء السفر وإلى آخره. كده أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، أتمنى أشوف رأيك في صندوق التعليقات، كيف تجربتك مع لينوفو، إيش الجهاز اللي قد استخدمته من شركة لينوفو. وبس تقريبا، يعطيكم ألف عافية، لا تنسونا باللايك وسبسكرايب في القناة. في أمان الله.